السلام عليكم. بسم الله. نعاود لك بغيتي نعاود لك واحد القصة ريح تما باش نعاود لك. البارح دويت على الكتاب ديال فاس ديال لي فرار جون وجيروم تارو. قلت عليه بلي هذا تكتب في 1930 دوينا فعلا بيران اللي كان في تيبيع في العالم في السوق النخاسة ديال فاس. هما كتبوا قلت لكم بلي كتبوا 31 كتاب هو في الحق 34 كتاب اللي كتب. شكون هاد الخوت هذا؟ مين؟ الصحفيين الفرنساويين كتبوا 34 كتاب هما المغرب دايرين واحد ثلاثة ولا أربعة دايرين من راعي فاس ودايرين من مراكش وكاين رابا وكاين كذلك لي كافاليي دالله جنود الله ولا فرصنا. هذا الكتاب مراكش باش انتريسون باش مهم انه كتبوا في 1918 تيعود فيه قصة اش وقع في 1918 جا المغرب باش يدير تحقيق صحفي عن الأحداث اللي وقع. أنا اش كان وقع في 1918 هو أنه القائد محا أحنصار حدا أزيلان في قصبة محا أحنصار كان دير الثورة كان دير التمرد على الفرنسيين هما باقي مقدروش يشدوه. ألو كما قاعدة فرض مع هذاك أزيلا جا تقريبا دونات وجا تقريبا البلاصة اللي تحكم فيها بلاوي مراكش ولا غير لوبير وتروز الزاد فرنسا كلفات بلاوي باش يتكلف بها أو هو تيشد لهم فلوس باش يمول العسكر باش يمشي يحارب هكذاك قبايل أمازيغ خص يحاربهم واحد منهم إلا مشاو لهم فرنسا يطحنوهم يعني هما يطحنو فرنسا إلا جات عندهم تما خصي المهم بلاو شد الفلوس مزيان جاب الجيش ديال ود خو حمولي فوز زاد مع هو داك المدفع المشهور جاو بالعسكر تاو من مراكش تاو جيت حدا بويا عمار زدو الدمنات هذا البلاوي تاني الصغير هو اللي باش هاد مراكش ومعاه البلاوي الكبير هو المدني بلاوي هو اللي ورث على باه القيادة ديال بلاوة استدير المدني بلاوي قايد ديال بلاوة والثاني بلاوي باش هاد مراكش بقى تابع خوه تطلع وشد باشاوية ولا هو اللي مسيطر في كاينة بلاوة بلاوة هي اللي ورا مراكش ديال اختي غادي الوسوسة تدوسها ولا تيزين تيشكا باش تنزل الجهة الأخرى للشبل هادوك هما بلاوة هاكا عيطت هو من تيزين تيشكا عند بلاوة تتحدو من هنا تاليوي من جهة كادير ومن جهة مشيت وتزنخت من تحت ووسوسات حيت بنحدو من الشيخ. المهم البلاوي المدني البلاوي ولدو هو القايد ديال ويدات ديال زمنات كتب واحد مسطع عليها سو ماتان لحقا لي فليكون هذاك الصباح الحقا جمعت هذاك الدوزان ديالو بداو غادي بالجيش كيقول على سيتي عبد الملك لو باشا دو دمنات كي بارمي لي 130 انفون دي مدني عبد الملك الباشا ديال دمنات اللي هو من بين 130 ولد ديال المدني البلاوي هاد المدني البلاوي غيكون فاش يموت يخلى واحد 50 مرا ويدي اخو هاد الله واحد 130 ولدو باشا ديال دمنات تخيل هذا تلاقاهم سوس ولا في الكرمين هذا اللي واحد يهدو 2018 تديون 2018 باقي ما انتهاش الحرب العالمية الثانية أو انتهت في الصيف وهم جاو بغاو يديرو هاد الحمى صافي فرنسا اليوتيل الأولى الحرب العالمية الأولى الحرب العالمية الأولى اليوتيل صافي سير وانتصر على ألمانيا رجع اليوتيل المغرب حيت عجبو المغرب رجع كمقيم عام ويمكن هذاك الوقت حيت نقدرو نشوفو التاريخ بالضبط اش من وراه في الصيف ولا من المهم parmi parce pour être le plus intelligent هاد ولد هاد عبد الملك ولد بلاوي هو ولد كي قاع ولادو عزيز عليه من كل سون بار ديزيني بور كي ديفين ا سامور لو شيف دو لا ميزون دي بلاوي ولي با دارو باش ولا باش الى مات هو يولي هو الرئيس القائد ديال دار بلاوي نعم الوليد الوليد نعم الوليد تاع ديالو هاد
نمشي معهم في الجيش راكبين فوق الخيل وزين كاحل فرنسا عطاتهم فلوس باش يخلص العسكر وعطاتهم في نفس الوقت قرطاس وفرنسا الباطيل فرنسا رجع لاور ما طلعش الجبل عندهم الله يجيهم حداهم من لاور جيتي تحتاب مثلا وكاسكاد دوزوز هما مشاو فاتوا هزيرة مشاو لتل قسم سموها فرنسا هي جات فواحد فرسيت قلبي تزوج واحد العوده واحد الطير في 10 كيلومتر تدير حاها وين هوده تبدا تحت الواد والواد صار مسدود كيما كجبل وغادي يشبك كيما كوادرات تبدا تحت ديالو في واحد الجبل تصيب قصبة مراه حاصة إلا رجعتي من تما ترجع مع داك الواد تخرج سد بين الميدان هو ويزرت ما تسناش من هاديك الطريقة ونرجع أنا من تما وفيها قرودة في الشجر كانوا قرودة بزاف تما في الشجر فوق شي شجر إلا دخل يقرب ما يبانش ليك شي شجر شي شكل مناسب مع هذاك المكان مالك الطبيعة وكاين جبال ما تقدرش تدوز من تما تين غير هذاك الشيء المهم وصلوا بالجيش تما حطوا الجيش حطوا العدة ديالهم وبداو تيضربوا في القصبة ديال المحا حمصة تيضربوا فيها المدافع لا بلا تيهربوا الناس تيهربوا نقصوا وطلعوا الجبل لشي بلاصة تما والخيل تيضربوا وتجمعوا جمع الجيش ديال المحا حمصة في واحد الشيا ودوك الاخرين الجيش ديال الكلاوي تيجيو يهجموا شكيف تيهجموا تيجيو بحال هذاك الشيء ديال الفونتاسي ديال الخيل تيجيو بزاف واحد 30 ولا 40 ولا 50 تيجيو ويتلو قدام هذاك الجيش ويتقابلوا معاه ويضربوا كلشي ويضربوا كلشي بالقرطاس ويدوروا ويرجعوا يهربوا ويرجعوا تاني عند صحابهم هنا يعني عندو قرطاس وحده قرطاس وحده تيضرب تبقى غايشة تيضرب قدام القرطاس ورجع ودور تاني لعب شي ورجع نقلاوي تيتفرجوا من فوق نقلاوي الاخر تا هما جوج كاينين واحد الوقت هادوك محاو حصر والشباب ديالو والامازيغ ديالو باردون سو مي ضربو 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 ولي هاداك عبد الملك الباشا هو فين جابوها باع جابوها لي في كرشو فرقوها لي كرشو جابو هزو حطو جابو لواحد القيطون حطو جا الطبيب ديال فرنسا ما عمرش الطبيب المصري ما يقلبو هو المصاب ديالي وخصهم يهزو يدو البنات وراه ما عرفو كيفاش يجمعو شنو جا الطيارة جا الطيارة بداو في الطيارة الطيارة نزلت مع حدا سنين بداو في الطيارة وبا مشى معاه هذا كان مع الجيش ديال البلاوي شكون هو؟ هذا اللي تضرب لا الجيش ديال موحى حنصار جاب معاه هو معاه الفرنسي الامازيغ اللي في الجدار داز قدامهم كيما كرو ضربوه ها هو ضربوه ها هو ولي ضوا هذاك الواعر فيهم الباشا هو اللي طحنو طحنو القايد بالضربه اللي كرا الباشا مشى قال الباشا الباشا قتلو دخلو ماشي قتلو ضربو جابو اللي في كلشي خرج ليه بصح هو غير كما كانوا ضد الفرنسيس علاش هزات الفرنسيس هزاتو في الطيارة باش لا فرنسا معاه صحابو صحابو عندو داو فرنسيس اللي معاه فرنسا مع الطب معاه والعسكر الفرنسيين تسناو راهم باش يعاونهم والكلاوي عندو فرنسيس ديالو عندو دابا عندو العسكر ديالو العسكر الفرنسا تحكمو فيه النصارى ولكن تينسجمو معاه تينسقو معاه تعطيو القرطاس تعطيو اللي بغا باش يدابزو بيناتهم باش يدابزا الكلاوي قبيل مع قبيل اخرين ما تدخلش فرنسا هي ديك الليلة دخلت فرنسا هي ايوا ياكلوها المشكل ما يخلوش يحكم ما عارفينش الجبال كيفاش تيدورو فيهم ما يقتلوهم يعني دابزو بيناتهم خص تجيو الجيش ديالهم بحالهم مازال بحالهم يتضاربو معاهم المهم هذاك ضربوه ما قصاو ما يديرو من غير يهزو في الطيارة ما عرفوش ورجع لعب هذيك الساعة وهذا الصحفي كان معاه في الطيارة رجع في الطيارة معاه شنو الصحفي؟ هذا جون كاينين خوت جوج جيروم وكاين جون هذا جون هو اللي جيروم تاعو لاكاديمي فرونسي جيروم موش رجع معاه في الطيارة قلاوي تغلب في هذيك المعركة صافي واخا هو اللي قتل ولد القايد ولا الباشا تغلب لا هو تخو اللي تماس هو تخو اللي مات قلاوي التهامي الباشا ديال المراش تغلب وتخو اللي مات هما دكوا اليوم القصبة ديالهم دكوها ب ب قايد الوفاء ب ب ب المدافع تدكوها علاش دكوها
قلاوه كان يضرب بالمدافع وهذوك كيضربوا بالخيل والباروت. تيضربوا في الاخرين اللي واقفين في شي بلاصه. وواحد من الناس ديال القلاوي جات فيه قرطه تاع كرشه. ودخل بلاوت باشا. باشا ودخل. ديال دمنات. ديال دمنات جات فيه. دمنات تما حيت قريب من لازيلان. جات فيه قرطه تاع كرشه من بعد هزوه بالطياره وداوه. كان مع الصحفي. مع هذاك مع الصحفي ومشى مع الدبوه ما قدرش مازال يبقى حيت الدبوه بقى في ولدو هذاك هو اللي كان بغى يديرو. قايد. قايد بغى يديرو ولدو الوالد. واخا تما. رجع لمراكش القلاوي التهامي حتى هو الباشا حتى هو رجع حتى هو صافي انهزموا رجعت في حالته من العسكر شنو هو دوز المنزل فجا دوك قتلوه انتصر عليهم وراه حصا ما شفتهم داروا لي والو زادوا في حالتهم فهمت كيفاش تسنى باقي رجع لمراكش سيمانة من بعد يموت المدني القلاوي بالفقصة التهامي اللي باشا يخرج من دارو مشيت باب مراكش في العبو هنا مشيت تجي للسمارين تدوز للسمارين طلع وتدوز مع واحد الصنقة تصير دار بلاو كبيرة راه فيها شي قطاع ولا فيها شي قطاع بالداخل في وسط هذاك البني القديم خرج منها 50 مرة ديال هذاك الدار وخرج منها الدروبات والصابين ومن بعد تترك كلشي هذاك الشيء ولادو ما خلى لهم حتى شي حاجة رجعهم فقراء تيطلبوا واحد من ولادو اللي كان في العسكر خدام مع فرنسا كان شي لي يصنع ولا شي حاجة أيا ما يطلب باش وداو تريحة ولا عمر فرنسا باش يرجعها شنو من الحق ديالو هو ما شد شي حاجة كلشي دار لهم خو داو حاجة أخرى المرأة اللي كان واخدها مدني هي بنت القري الصدر الأعظم اللي خدها الكبار اللي كان خدها هو السلطان مولاي عبد الحفيظ فاش داروا الثورة على عبد العزيز وبقات عندو فاش مات خلات ليه جوج بنات وتزوج بنتها من كلاوي ولدات ليه جوج دراري حسن وعبد الصادق حسن هو الفنان التشكيلي حسن كلاوي راه مات عليك السنين اللي داز أول فنان تشكيلي من أول فنان تشكيلي المغربي في 55 تيشرب باريس تيشرب فونتازي بطريقته هو وعبد الصادق كان في الفصفات كان سفير في ماريكان كان رئيس داك الرئيس المحكمة العليا مات في مراكش هكا فاش جا الاستقلال نهضوا الاستقلال اللي قلاو يجرو عليه وهو يتركهم يقولوا عليه ما دارش ولكن بعد سنين تاني عاودوا عفوا عليهم وخلوا عليهم تاني هيك هو مشى تساعد مع محمد الخامس بون نعاودو نصافي حبسنا باش نعاودو نشوفو